السلام عليكم، شلونكم شباب؟ اليوم راح نبدأ بمحاضرات الليفر بالسيرجري طبعا، ويعني راح تشوفون انه هواي اشياء راح نذكرها احنا شارحيها بالتفصيل محاضرة الجول بلادر، فلذلك افضل انه يعني تشوفوا محاضرة الجول بلادر قبل هاي المحاضرة. شغلة ثانية اريد اقولها انه الليفر يعني بشكل عام محاضراتها سهلة وما بها هواي تفاصيل. استاذنا الدكتور نور حنون يعني مسوي هاي المحاضرة حتى تكون هي هيك يعني ما بيها كلش هواي تفاصيل، فلذلك احنا يعني ما راح ندخل بتفاصيل هواي، مجرد راح نغطي الاشياء الاساسيه ونحاول يعني نشرحها يعني طريقه مبسطه. تمام، اول شيء شنو هو الليفر؟ الليفر هو largest gland in the body about 1.5 كيلوغرام، هو انترا ابدومينال اورجن طبعا، ويعني يعتبر هو جلاند بسبب الفانكشنز مالته اللي هي فد شوي رجل نناقشها بالتفصيل. وشغله ثانيه لازم نعرف انه هو حجمه كبير 1.5 كيلوغرام. تمام، بقى شنو نريد نقول؟ نجي هسه نناقش الاناتومي اوف ذا ليفر. اوكي، بالنسبه للليفر موقعه وين؟ موقعه بالنسبه للابدومينال وول فهو موقعه بالرايت هايبوكوندريوم. اوكي، ويكون بنيث الدايفرام، يعني جوا الدايفرام كلش، مثل ما تشوفون هاي الصوره هنا، يعني هذا الدايفرام يكون كلش فوق الليفر وهو طبعا بالرايت هايبوكوندريوم. تمام، هسه نجي خلينا بس شويه حتى نفتهم الصور راح نشوفها. خلينا نحكي على السيرفيسز اوف ذا ليفر. الليفر بي تو مين سيرفيسز، واحد اسمه سوبيرو انتيرير اللي هو هذا يكون جاي على شكل الدومز اوف ذا دايفرام. تمام، مثل ما تشوفون هيك الدايفرام يعني هاي الدومز مالته، وهذا الليفر جاي على شكل هاي الدومز. اوكي، شغله ثانيه يعني سيرفيس ثاني اللي هو اسمه البوستيرو انفيرير، اللي هو يكون يعني يسمونه الفيسرال سيرفيس. اوكي، اللي هو يكون شنو؟ يكون شكله على شكل الفيسرا اللي جايه يعني قريبه على الليفر، مثل ما تشوفون هنا اكو جاستريك امبريشن مسويته الاستومك، هنا اكو ايزوفيجال امبريشن مسوي الايزوفيجاس، هنا اكو رينال امبريشن مسويته الكدني، يعني هيك شيء. تمام، هسه خلي نجي نحكي على بالنسبه للليفر. الليفر هو يعني هو كانترا ابدومينال اورجن. اوكي، بس هو not completely covered by peritoneum، بالعكس هو only partially covered by peritoneum، والكابسول of the liver اللي يحيط الليفر كله يكون fibrous capsule. تمام، liver is surrounded by fibrous capsule. زين، شنو البريتونيوم من يجي للليفر شنو يعني يكون لنا؟ كوننا ما يعرف peritoneal ligaments. اوكي، peritoneal ligaments of the liver اللي هن هذني شنو؟ اللي هن هذني اول واحد اللي هو اسمه الفالسيفورم ligament. تمام، فالسيفورم ligament اللي هو يا هو اللي هو هذا هنا مثل ما تشوفون بهاي الصوره فالسيفورم ليجمنت. تمام، هذا شنو هو؟ هذا اذا يعني تذكرون الامبريولوجي، اكو ما يعرف بامبلايكال فين دورينج انترايوترنال لايف، اكو في ستراكشر يعرف بامبلايكال فين، هذا ورا ما ينولد الطفل ينتهي الدور مالته، تنتهي وظيفته، فيتحول الى فالسيفورم ليجمنت، فلذلك فالسيفورم ليجمنت يعتبر ريمننت اوف امبلايكال فين. اوكي، الشغله الثانيه عندنا الليجمنتم فينوزم، وهذا هو مين فالسيفورم ليجمنت. اوكي، الشغله الثانيه يعرف به ليجامنتم فينوزم. الليجامنتم فينوزم اللي هو هذا. تمام، هذا هو ليجامنتم فينوزم. زين، الليجامنتم فينوزم هذا شنو هو؟ الليجامنتم فينوزم يعتبر الريمننت اوف دكتس فينوسس. اوكي، وبعد عندنا لسر اومنتم همين، مثل ما تعرفون اكو جريتر اومنتم اكو لسر اومنتم اللي هو يمتد لنا ما بين منه يمتد لنا ما بين لسر كيرفتشر اوف ذا ستمك هنا لحد الليفر. تمام، هسه بالنسبه للبريتونيال بالنسبه للبريتونيال ليجمنتس اوف ذا ليفر. هسه نجي نحكي على الليفر لوبز. الليفر يتقسم يعني المينلي يتقسم الى رايت اند ليفت لوب، واللي قسمهم منه اللي قسمهم هو الفالسيفورم ليجمنت. اوكي، الرايت لوب از فرذر ديفايدد مثل ما تشوفون بهاي الصوره، هسه الرايت لوب فرذر ديفايدد انتو شنو؟ فرذر ديفايدد انتو تو لوبز اللي هي الكودات لوب والكوادريت لوب، واللي قسمها هو انفيريا فينا كيفا، جول بلادر، ليجمنتم فينوزم، هذني كلهم يعني هن هذني اللي قسمنها. المهم عندنا كودات لوب وكوادريت لوب. اوكي، هاي بالنسبه لللوبز اوف ذا ليفر. هسه نجي نحكي على البلاد سبلاي اوف ذا ليفر. بالنسبه للبلاد سبلاي اوف ذا ليفر كارتريال سبلاي، مثل ما تذكرون بالجول بلادر شرحنا على شلون يطلع الكومن هيباتيك ارتري. الكومن هيباتيك ارتري مين يطلع؟ يطلع لنا من اول شيء عندنا الابدومينال ايورتا، طلع لنا السيليك ارتري، طلع لنا الكومن هيباتيك ارتري اللي هو بالتالي راح يطلع الهيباتيك ارتري بروبر اللي ينطينا رايت اند ليفت برانشز اوف هيباتيك ارتري، واللي هن هذني. تمام، لهن هذني عندنا الرايت ليفت برانشز اوف هيباتيك ارتري. تمام، شغله ثانيه اللي لازم نعرفها هي بالنسبه لل الفينس درينج. الفينس درينج عندنا تو مين فينز. اوكي، واحد شنو؟ واحد اسمه البورتال فين والثاني هيباتيك فين. اوكي،
شنو الفرق ما بيناتهم؟ الهيباتيك فين كأي فين داخل الجسم، مجرد انه هو ياخذ يعني فينس درينج ويودي الى الهارت، يعني هاي تو ذا انفيريا فينا كيفا وبعدين الهارت. بالنسبه للهيباتيك فينز عندنا يعني 3 يعني 3 اور مور فينز، هنا هذا رايت هيباتيك فين، ليفت هيباتيك فين، عندنا هنا ميدل هيباتيك فين، تمام. هذا اللي يرحل للانفيريا فينا كيفا. الثاني اللي هو بورتال فين، مثل ما تعرفون البورتال فين هو من اهم الفينز يعني اللي موجوده بالبادي. ليش؟ لان هي البورتال فين ياخذ يعني الفينس سبلاي ذات ار ريتش ان برودكتس اوف دايجيشن. ليش؟ لان هو موجود وين؟ موجود بالجي اي تي البورتال فين، فياخذ الفينس درينج اللي هي ريتش ان برودكتس اوف دايجيشن ويوديها للليفر فور ميتابوليزم اند اذر. فلذلك شنو؟ فلذلك البورتال فين يودي بلاد للليفر، بينما عندنا الهيباتيك فين ياخذ بلاد من الليفر، تمام. بعد عندنا بالنسبه للليمفاتكس، الليمفاتكس مع الليفر، يعني الليفر برودوسز يعني هاي اماونت اوف ليمف، تقريبا نص او ثلث الليمف برودوس باي ذا بادي هي برودوس باي ذا ليفر، يروح الى تو مين باثوي. اول شيء للسيليك ليمف نود اللي هو هذا اهم شيء، ويعني تو اليسر اكستنت اكو منطقه بالليفر يسموها البير اريا، هاي تودي الليمف درينج تودي البوستيريور ميديسانال ليمف نودز. اوكي، بعد اكو اخر شغله نحكيها بالاناتومي اللي هي مهمه، اللي هي ما يعرف بهايلم اوف ذا ليفر، اوكي، اللي هو هذا يسمونه هايلم اوف ذا ليفر. شنو هو الهايلم اوف ذا ليفر؟ كاي هايلم باي بادي، اللي هو مكان يعني يعتبر مثل المدخل الى الليفر، اللي هو المكان اللي تدخل بيه البلد فيسلز واللي تدخل بيه النيرفز وهكذا. اوكي، بالليفر اسمه البورتا هيباتس، ومكانه وين؟ مكانه ما بين الكوديت والكوادريت لوب. يحتوي على شنو؟ هاي هنا مهمه. البورتا هيباتس بالليفر يحتوي على الرايت اند ليفت هيباتيك ارتري، يحتوي على البورتال فين، يحتوي على الليمفاتيك فيسلز، يحتوي على سمباثيتك اند باراسمباثيتك نيرفز، واخير شيء يحتوي على ستراكشر اللي هو شرحنا عنه هواي بمحاضره الجول بلادر، اللي هن الرايت اند ليفت هيباتيك داكتس، تمام. اوكي، بعد اكو شغله نريد نحكيها بالاناتومي على السريع، اللي هي الليفر سيجمنتس. الليفر اضافه انه هم يقسموه الى لوبز، نقدر نقسمه الى سيجمنتس اللي هن 8 سيجمنتس، ونعتمد على هذا اللاين اللي هو ثرو ذا جول بلادر فوسا. To the left of this line عندنا من ال 1 إلى 4th، يعني من 1 to 2nd 3rd and 4th segment. To the right of this line عندنا to the right of this line عندنا 6th 5th 6th 5th and 6th and 7th and 8th segment. اوكي، ويعني كل segment يحتوي عنها. مثلا to the left يحتوي عنها على left portal vein, left hepatic artery, left hepatic vein and middle hepatic vein، بينما هنا يحتوين على right portal, right hepatic artery, right hepatic vein and middle hepatic vein، تمام. شنو اهميه السيجمنتس؟ هنا هاي مهمه، ها سؤال مهم، انه شنو اهميه السيجمنت؟ اكو يعني شغلتين. اول وحده انه كل سيجمنت لها ليمفاتيك درينج خاص بيها، هاي اول نقطه. والنقطه الثانيه مثل ما تعرفون اكو عمليه اسمها ليفر ترانسبلانتيشن، اوكي، اللي هي ينقلون ليفر من شخص يعني طبيعي هيلثي الى شخص محتاج ليفر. اوكي، هنا يقول لك بانه يعني نقدر ننقل مجرد 2 segments of the liver، ننقلها الى الشخص الثاني الشخص المريض، وراح تكون العمليه ناجحه. ليش؟ لان الليفر عنده هاي ريجنريتيف كاباسيتي، يعني احنا الليفر بالنسبه للشخص الطبيعي انه حتى لو يعني يصير بي انجري الموست اوف ذا ليفر، الليفر يقدر يسوي بروحه ريجنريشن يرجع طبيعي. فلذلك يقولون انه 2 segments is enough for liver transplantation. اوكي، بالنسبة للfunctions of the liver ما راح ندخل بيها بالتفاصيل لأن هاي شغلة المدزن أكثر، بس على السريع. أولاً واللي همنا هواية كلش اللي هو production and secretion of bilirubin, bile pigment and salts. أوكي، هذا اللي كلنا نسويه هنا الليبر. شغلة ثانية إنه بالmetabolism involvement in many metabolic activities related to carbohydrate, fat, protein, hormone and drugs. أكثر مكان يصير بmetabolism بالجسم هو الليبر. شغلة ثالثة عندنا filtration of blood from bacteria and foreign particles، يعني فلذلك له دور بالامينولوجي، و maintaining core body temperature and pH balance، فلذلك له دور كبير بالهوميستيسيس. اكو فد تيست اللي هو يسمونه liver function test، دائما نشوفونه بالانفستيجيشن، ما راح ندخل بتفاصيله، مجرد نذكر شنو يحتوي. هو يحتوي على bilirubin، يحتوي على يعني نقيس بيه. شنو نقيس بيه؟ نقيس بيه bilirubin، نقيس بيه enzymes اللي هي alkaline phosphatase, aspartate transaminase, alanine transaminase, gamma glutamyl transferase، ونقيس بيه albumin and prothrombin time، تمام. اوكي، هسه حاليا وصلنا للايمجينج اوف ذا ليفر. يعني راح تشوفون هواي اشياء مشابهه ويا يعني شرحناها احنا بالتفصيل بالجالو بلادر. اوكي، بس اكو بعض الاشياء تختلف ولازم نشرحها هنا، تمام. اول شيء شنو عندنا؟ اول شيء عندنا الالترا ساوند سكان، نفس ما قلنا بالجالو بلادر، قلنا انه هو يكون فيرست لاين لان هو سيفتي، لان افيلابيلتي، لان هو بروفايد فاليبل انفورميشن.
اوكي بس شنو مشكلته انه هو يكون اوبريتر ديبندنت. شنو الانديكيشن مالته؟ اول وحده ديتكت بايل داكت داريتيشن ديتكت جولستون، هاي شرحيها احنا. بعد شنو بالنسبه خصوصا بالليفر يصير بي شنو يعني ممكن يفيدنا بالليفر تومر، ممكن يفيدنا بالليفر سيست، اوكي، وممكن يفيدنا بالجايدنج ذا بيركوتينوس ليفر بايبسي. اكو بعض الاحيان ممكن يعني اذا اكو يعني نشوف انه اكو ماس بالليفر نحتاج انه نسوي لها بايبسي حتى نشوف شنو نوع الماس هاي، ويعني سنت فور هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن عمود نشوف شنو نوعها، فما نقدر يعني نسويها هاي بدون ما عندنا في الطريقه نشوف يعني للرؤيه داخل الليفر. فهنا الالترا ساوند ممكن يفيدنا انه نستخدم الالترا ساوند وحتى نعرف مكان الماس بالضبط، حتى ويعني حتى شنو حتى نعرف وين ندخل النيدل على مود يعني نسوي بيركوتينوس ليفر بايبسي. تمام، وهاي صور للالترا ساوند. تمام، هنا أنا هاي مراويتنا يعني جولستون، يعني هاي جول بلادر وهذا الليفر عندنا، وهاي هنا أنا مثل اكو ماس او هيك شيء. اوكي، النقطة الثانية هي سي تي سكان. السي تي سكان كلش كلش مهم. اولا احنا ما نستخدم السي تي سكان اللي هو بدون كونتراست، لان يعني فائدته مو كلش مفيدة، يعني مو كلش مفيد. نستخدم ويا كونتراست. فكرة جنرال ايديا مال كونتراست هم شرحتها بمحاضرة الجول بلادر. المهم احنا نستخدم ابو الكونتراست، سي تي سكان وذ كونتراست. زين، عندنا نوعين من الكونتراست ممكن نستخدمها، اورال كونتراست واي في كونتراست. الاورال كونتراست ما راح يفيدنا نشوف الليفر نفسه، لان ما راح يوصل الليفر، هو اورال كونتراست يعني راح يعبر عن طريق الايزوفاجس ستمك يوصل للدودنم. فاحنا شنو يفيدنا؟ يفيدنا فور فيجواليزيشن اوف ستمك اند دودنم ان ريليشن تو ذا ليفر هايلم. اوكي، يعني نشوف هذين الاعضاء ان ريليشن تو ذا ليفر، يعني مو الليفر نفسه. زين، الاي في كونتراست هو المين، هو الاهم شيء بالنسبه لنا. زين، الاي في كونتراست شنو فكرته؟ هسه اكو شغله احنا شرحناها بالاناتومي، مثل ما يعني شرحنا بالاناتومي، بس هسه انا خلي يعني نشرح السيجنيفيكانس مالتها بموضوع السي تي. احنا قلنا بانه البلاد سبلاي عندنا الارتريال سبلاي الهيباتيك ارتري، وقلنا الفينس سبلاي واحد من الفينس سبلاي هو البورتال فين. بورتال فين قلنا شنو فايدته؟ فايدته انه هو يجيب فينس بلاد للليفر. بالتالي شنو؟ بالتالي عندنا الليفر ريسيف بلاد فروم تو سورسز، مو نفس باقي الاورجانز. Receive blood from two sources. أول واحد اللي هو الهيباتيك artery اللي هو يجيب له arterial blood، والثاني هو البورتال vein اللي هو يجيب له venous blood يعني containing products of digestion. Okay؟ فيعني أكو two main blood supply بالنسبة للليفر، واحد arterial واحد portal vein. زين، الفكرة هنا أنا شنو راح يفيدنا؟ الفكرة هنا إنه بالIV contrast إحنا راح نعطي intravenous contrast. تمام؟ هذا intravenous contrast راح يوصل للليفر عن طريق هذين two blood supplies اللي شرحناهن، الهيباتيك artery والبورتال vein. Okay. بس شنو المدة اللي يوصل بيها يعني الكونتراست الليفر تختلف عن 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 طريق هذين يعني الطريقين. يعني شنو؟ يعني الهيباتيك ارتري راح يوصل الكونتراست الليفر اسرع من البورتال فين. بالتالي شنو؟ بالتالي عندنا اكثر من فيز بالنسبه للسي تي سكان وذ اي في كونتراست. اول واحد شنو؟ اول واحد راح يكون الايرلي ارتريال فيز، يعني هم ورا ما يحقنون الكونتراست بسرعة راح يسوون سي تي سكان. ايش راح يشوفون؟ راح يشوفون الارتريال فيز مثل ما قلنا هيباتيك ارتري يوصل اسرع، وراها راح يسوون سي تي ثاني، يعني راح ياخذون سي تي ثاني وراها فترة قصيرة، يعني مو بهواي، وراها فترة قصيرة راح تكون الفينس فيز. اوكي، راح يراوينا الاشياء اللي يزودها البورتال فين. هاي شنو تفيدنا؟ تفيدنا اولا مثلا تفيدنا من فكرة انه الليفر تومرز يعني بعضهن يعني detecting small liver tumors، بعض الليفر تومرز الارتريال سبلاي مالتها يعني اكثر من الفينس سبلاي. بالتالي شنو؟ بالتالي الكونتراست من يعني من من راح نسوي الكونتراست وراح نشوف الارتريال فيز راح نشوفها يعني كلش تختلف الشكل مالتها، راح يكون هايبر دنس. اوكي، راح يكون شكلها يعني بي كونتراست، يحتوي على كونتراست، وبالتالي شكلها راح يكون متميز عن باقي الليفر. تمام، وهاي راح نجي نشرحها بالتفصيل من نجي نشرح الليفر تومرز، بس هاي يعني بشكل عام الفكره. اوكي، بالفينس فيز وراها بفتره ممكن تفيدنا شنو؟ تفيدنا بالانفلاماتوري ليجن ذات اكسبت ريم انهانسمنت، يعني ليجن مو تومر، انفلاماتوري ليجنز ممكن يصير بها ريم انهانسمنت، يعني بس الحافه مالتها تكون بها انهانسمنت، يعني تكون هايبر دنس. تمام، اخر نقطه هي ليت فينس انهانسمنت، ممكن تفيدنا بالهيمنجيوما. يعني هي فينس فيز بس يعني بالليت فينس فيز، يعني باواخر الفينس فيز ممكن يفيدنا بالهيمنجيوما. الميجرمنت اوف دنسيتي اوف ليفر ليجن ممكن يفيدنا، يعني نشوف الليجن هاي هل هي سيستيك هل هي سوليد، هاي ممكن همين يفيدنا بها السي تي. النقطة اللي اريد اركز عليها انه السي تي بشكل عام، هسه هذا احنا شرحناه، السي تي بشكل عام هو يفضل بالنسبة للليفر بارانكايما، يعني الليفر ليجن نفسها احنا نفضل نستخدم السي تي.
تمام. هسه نجي على الام ار اي. بالنسبه للام ار اي شنو الانديكيشنز مال الام ار اي؟ الانديكيشنز مال الام ار اي عندنا اول شيء مثلا اذا الاي في كونتراست سي تي از كونترا انديكيتد، مثلا البيشنت عند الرجي للكونتراست، فلذلك ما نقدر نستخدم للسي تي فنستخدم للام ار اي. اوكي تمام. بس مع ذلك هو مو المفضل، يعني جاي يشوفون من هاي النقطه المفضل هو السي تي، بس اذا ما نقدر نسوي السي تي بعد ما بدنا حيله نسوي الام ار اي. تمام. شغله ثانيه الام ار سي بي. الام ار سي بي شرحنا قلنا يفيدنا المن، يفيدنا البليري تراكت، ينطينا ايمج هاي كواليتي وشنو بنفس الوقت هو يكون انفيزيف. لازم نخلي بالنا الاي ار سي بي والبركتاني واس ترانسيباتيك كولنجيوغرافي بيكتشرز ار بيتر، بس شنو هذول يكونن انفيزيف اذني البركتاني واس والاي ار سي بي. تمام. اخر شيء قلنا الام ار اي شنو هو الام ار اي؟ الام ار اي هو ماجنتيك ريزونانس انجيوغرافي. شنو فكرته هذا؟ فكرته انه يساعدنا نشوف البلد فيسلز، يا بلد فيسلز اللي هي الهيباتيك ارتري والبورتال فين، without the need for arterial cannulation. شنو معناها هاي؟ معناها احنا اكو فد شيء اسمه الكونفشنال انجيوغرافي، هذا عباره انه فد شيء انفيزيف انه يحتاجون يخلون فد كانيلا داخل البلد فيسلز على مود شنو؟ على مود يشوفوها. اوكي هذا يسمونه الكونفشنال انجيوغرافي. زين يعني هذا الفد شيء مثل ما قلت لكم انه هو انفيزيف، بالتالي شنو؟ بالتالي هنا من اكتشفوا الام ار اي، الام ار اي وفر لنا طريقه ان نشوف بها البلد فيسلز وبطريقه تكون انفيزيف. تمام. فلذلك يستخدمون الام ار اي هنا use as alternative for hepatic angiography. هنا نقطه لازم نركز عليها، مثل ما قلنا السي تي احنا نفضله للبارنكايما، الام ار اي المن نفضله، الام ار اي نفضله للبلياري تراكت. اوكي يعني الكومن بايل داكت، الهيباتيك داكتس احنا نفضل ان نشوفهم بالام ار اي، هذني طبعا احسن بالام ار اي مو نفس السي تي. السي تي شنو يطلع لنا احسن؟ يطلع لنا احسن الليفر بارنكايما نفسها. هاي صوره للام ار سي بي. هنا طلعت لنا البلياري تراكت يعني مثل ما ذكرنا. الاي ار سي بي احنا شرحنا شنو الطريقه مالته، هاي صوره توضح الطريقه مالته. الانديكيشنز خلينا نشرحها. بالنسبه للانديكيشنز يا اما دايجنوستيك يا اما ثيرابيوتيك، هم مثل ما ذكرنا بمحاضره الجال بلادر، فلذلك انا جاي اشوفون هواي جاي اقول لكم انه شوفوا محاضره الجال بلادر قبل الليفر. اوكي بالنسبه للدايجنوستيك ممكن تفيدنا بالابستراكتيف جوندس، اذا بيشنت عنده يعني جوندس ابستراكتيف جوندس نسوي له اي ار سي بي نشوف اذا اكو مثلا ستون بالسي بي دي او شيء. اذا عنده بريفيس ايمجينج سجستنج بيلياري تراكت اب نورمالتي، مثلا نسوي ام ار سي بي ويعني احنا شكينا انه اكو فد اب نورمالتي فنسوي ار سي بي حتى ناخذ فكره احسن عن الموضوع. اوكي بالنسبه للانديكيشنز الثاني اللي هي ثيرابيوتيك ممكن تفيدنا بالستون ريتريفال، انه نشيل ستون معينه من البلياري تري. بالون ديليتيشن اوف ستراكشر معناها شنو؟ ستراكشر معناها تضيق صاير بالبلياري تراكت، ممكن يستخدمون الاي ار سي بي انه يدخلون هاي المنطقه ويعني مثل اكو ينفخون فد بالون معين حتى يفتحون هذا الاستراكشر. ستنت انسرشن نفس الفكره، انه الستنت هو عباره عن تيوب هم يستخدمونه حتى على مود الاستراكشرز حتى يفتحوها. براش سيتولوجي فور تيومرز يعني شنو؟ يعني انه اذا اكو تيومر الاي ار سي بي يقدر يدخله، ممكن يستخدمون الاي ار سي بي بهاي الحاله انه ياخذون فد سامبل من هذا التيومر حتى يدزونه فور سيتولوجي، يعني فور هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن. زين هاي صور للاي ار سي بي. هاي صور انه يعني يستخدم حتى من مثل ما شرحنا انه اوقات الاي ار سي بي يستخدم يعني الاي ار سي بي يستخدمون على مود ينطون كونتراست ويسوون ايمجينج، فهاي الصور يعني تمثل لنا الايمجينج، وهاي الصوره تمثل لنا انه شنو يشوفون بالكاميرا مال الاي ار سي بي، لانه احنا مثل ما قلنا انه هو اندوسكوبيك يعني معناها بي كاميرا. هاي ستونز هاي بالكاميرا شايفيها، وهنا همين اكو ستونز بالنسبه بالنسبه للكونتراست. اوكي pre-operative preparation مثل ما قلنا الـ ERCP هو فشي invasive فيحتاج لأنه preparation للـ patient. أول نقطة هي checking the coagulation. ليش؟ لأن الـ ERCP ممكن نسوي يعني إحنا جاي ندخل مثل فد tube، ممكن هذا يسوي فد injury، ممكن يسوي bleeding بالنسبة للـ patient. الـ patient الطبيعي ما راح يتأثر هواية، بينما الـ patient اللي عنده مشكلة بالـ coagulation عنده bleeding abnormality هذا ممكن يصير عنده severe bleeding. أوكي شغلة ثانية prophylactic antibody، يحتاج البيشنت prophylactic antibody و explanation of possible complication. يعني شنو؟ يعني نشرح للبيشنت ال complications اللي ممكن تصير due to ERCP. شنو هي هذني complication؟ مثل ما تذكرون هو أسا أول شيء خلنا نذكر ERCP. ERCP إنه فكرة إنه هو يوصل للدودنوم يعبر الأمبولا أوف فاتر يدخل بالبلياري تري. أوكي إذا تذكرون شنو شرحنا عن الأمبولا أوف فاتر؟ قلنا إنه هي نفس المكان اللي تنفتح به البنكرياتيك داكت، وبالتالي شنو؟ بالتالي أكو communication with the pancreas، فبالتالي شنو؟ بالتالي أحد الكومبليكيشن مال ERCP هو ممكن يكون بنكرياتيتس. اوكي شغله ثانيه كولنجايتس. كولنجايتس معناه انفلاميشن اوف ذا بلياري تري. يعني طبيعي انه انت مدخل لك فد شيء انفيزيف، فد شيء فورن بودي مدخله، ممكن يسوي لنا انفلاميشن اوف ذا بلياري تري.
وبعد شغله هي bleeding and perforation related to sphincterotomy. بعض الاحيان انه يعني يستخدمون الاي ار سي بي حتى يسوون ما يعرف بسفنكتراتومي. انه شنو السفنكتراتومي؟ اذا تذكرون السفنكتر اوف اودي اللي موجوده بهذا المكان بالامبولا اوف فاتر، ممكن هنا يستخدموها انه يفتحوها عن طريق الاي ار سي بي. بالتالي شنو؟ بالتالي خلال هذا الفتح ممكن يصير bleeding، ممكن يصير perforation. فاذا هذني complications مال الاي ار سي بي، وهي شغله مهمه. اوكي، اندولومينا الالتراساوند نفس الفكره، همين انه هو عن طريق اندوسكوب، بس شنو هذا الاندوسكوب بي الالتراساوند؟ ممكن يستخدموه هذا بمن؟ ممكن يفيدنا انه for the extent of hilar tumors، يعني اذا اكو تيومر بالهايلم اوف ذا ليفر ممكن يفيدنا به. بيركوتانيوس كارنجيوغرافي، هذا من شرحنا الطريقه مالته، هسه بس مجرد نشرح الانديكيشنز. الانديكيشنز مالته هم ذكرناها احنا. شنو قلنا؟ قلنا انه هو يفيد، هو البيركوتانيوس كارنجيوغرافي راح يدخل من فوق تقريبا، فبالتالي راح يفيدنا بالانترا هيباتيك بايل داكت اكثر من الاي ار سي بي. فلذلك مثل ما تشوفون هنا هو شوف يعني يوسفول فور فيجواليزيشن اوف ذا انترا هيباتيك بايل داكت. اوكي، بس شنو هم يعني انديكيشن ثاني ممكن يفيدنا به؟ انه هو يعتبر سكند تشويس وان اي ار سي بي هاز فيلد اور امبوسيبل. يعني إذا الـ ERCP ما فادنا، ما قدرنا نسوي به الشغلة اللي نريدها، ممكن نستخدم بيركوتانيوس كولنجيوغرافي. أوكي، بقى شنو عندنا؟ أنجيوغرافي. أنجيوغرافي شرحت لكم إياه قبل شوية. المهم هو الفكرته إنه نشوفون البلد فيسلز، بس شنو هذا؟ إنه يكون انفيزيف، فبالتالي إنه يستخدمونه أكثر شيء على مود ثيرابيوتيك كوزز. اوكي، فاذا هو بي 2 انديكيشنز، يعني هو دايجنوستيك هم يفيدنا، بس يعني يفضلون انه يستخدمون الام ار اي بالدايجنوستيك، لان ام ار اي هو نون انفيزيف. المهم فبالنسبه للانديكيشنز بي دايجنوستيك بي ثيرابيوتيك. دايجنوستيك مثل ما قلنا انه نشوف بي الاناتومي اوف ذا هيباتيك ارتري، نشوف بي اناتومي اوف بورتال بين، ممكن يعطينا اديشنال انفورميشن فور ليفر لوبيول او العفو نوديول. تمام. بالنسبه للثيرابيوتيك، ثيرابيوتيك شنو؟ ثيرابيوتيك اكو ما يعرف بي اي في مال فورميشن. شنو هي الاي في مال فورميشن؟ هي ارتريو فينس مال فورميشن، معناها اكو فت كوميونيكيشن بتوين ارتري اند فين، وهذا ممكن يسبب لنا مشاكل، فممكن يستخدمونه حتى يسدون هذا الكوميونيكيشن. اوكي، وممكن يستخدمونه فور امبولايزيشن اوف بليدنج سايت، معناها اذا اكو منطقه فت بلد فيسل جاي يصير بي بليدنج، ممكن يستخدمون هذا الانجيوغرافي انه يسدون هذا البليدنج عن طريق فد ماده معينه يستخدموها. وكيمو امبولايزيشن نفس الفكره. هاي صورة للبركتانيوس كارنجيوغرافي. نوكليار ميديسين سكان، يعني الايزوتوب سكان، ممكن نستخدم مادتين، يا اما تكنيشيوم يا اما سلفر كولويد. تكنيشيوم، التكنيشيوم يعني الليبلد راديو نوكليوتايد، هذا نفس ما شرحنا بالجالو بلادر، يفيدنا بمن؟ يفيدنا فور دايجنوسيس اوف بايل ليك، يفيدنا بالدايجنوسيس اوف بليري ابستراكشن. اوكي، شغله ثانيه اللي هي سلفر كولويد ليفر سكان، هذا شنو يفيدنا؟ هاي الماده اللي هي سلفر كولويد الابتيك مالتها باي سيلز معينه بالليفر، اللي هي اسمها شنو؟ اللي هي اسمها الكبفر سيلز. اوكي، هاي الكبفر سيلز يعني تكثر لنا فد ليجن معينه اسمها فوكال نودولار هايبربليجيا، راح نجي نشرحها بالتفصيل بعدين. المهم الفكره انه بالفوكال نودولار هايبربليجيا اكو هواي كبفر سيلز، وبالتالي انه اذا نشوف انه اكو هواي ابتيك للسيلفر سلفر كولويد ليفر سكان، معناها انه الدايجنوزس هو فوكال نودولار هايبربليجيا. فمقارنه بمن؟ مقارنه باشياء ما بيها هاي الكبفر سيلز اللي هي الادينوما او هيمنجيوما، there will be no uptake of sulfur colloid liver scan. فلذلك هي تفيدنا بالdifferentiation between adenoma, hemangioma and focal nodular hyperplasia. اخير شيء لابروسكوبي، لابروسكوبيك التراساوند. لابروسكوبي مثل ما تعرفون معناها ان احنا ندخل سكوب عن طريق الابدومن. يعني الفائده مالته شنو؟ فائده مالته انه نشوف السراوندينجز. اوكي، يعني شنو؟ نشوف اذا اكو فيتبريتونيال ميتاستاسيس، نشوف اذا اكو هيباتوبليري كانسر، نشوف اذا اكو فت سوبرفيشال ليفر تومورز. تمام، هسه هذني اكو اسئله يعني سهلات هن اسرع نجي عليهن. اول سؤال، سي تي از بيتر ذان ام ار سي بي ان ديتكشن اوف بليريتري باثولوجيز؟ لا طبعا فولس، لان احنا مثل ما قلنا الام ار سي بي هو اللي يفيدنا بالبليريتري، سي تي يفيدنا بالليفر بارينكايما. ام ار سي بي انفيزيف ثيرابيوتيك تكنيك، وايل اي ار سي بي از نون انفيزيف اونلي دايجنوستيك. لا بالعكس، الاي ار سي بي هو انفيزيف ثيرابيوتيك اند دايجنوستيك، بينما الام ار سي بي فقط دايجنوستيك. Ultrasound scan cannot diagnose liver cyst. لا، Ultrasound scan can diagnose liver cyst. Percutaneous cholangiography liver test is IV injection of dye. When it fails, then ERCP is second choice. لا بالعكس، هو Percutaneous cholangiography هو second choice لERCP. فيعني هاي هم false. Pancreatitis cholangitis bleeding perforation main complication of MRCP. هاي false. لا، هي main complication of ERCP. آخر موضوع راح نحكي عنه اليوم هو liver trauma. ليفر يعني يعتبر من الاورجنز اللي يعني الانجري مالتهم تعتبر فيري سيريس انجري. فالميكانيزم اوف انجري ممكن تكون بينتريتنج، كانت تكون ستاب او جان شوت، يعني اي شيء شارب او بلانت. بلانت يعني الاشياء المو شارب، مثلا اذا واحد ينضرب مثلا عوده، او اذا مثلا يعني كراش انجري انه واحد يوقع عليه في الثقل معين، هي يسموها بلانت.
المهم بالنسبة للإنجري ممكن نسوينا contusion اللي هو يعني bruising، يصير bruising بالليفر، أو laceration. laceration اللي هو عبارة عن tear، تمام، tear in the liver parenchyma، أو avulsion. avulsion يعني مثل تنشلع، أوكي تمام. هاي الأشياء اللي ممكن تصير due to injury يعني. بالنسبة للدياجنوزز، الدياجنوزز إحنا أولاً يعني لازم يكون عندنا high suspicion. يعني شنو high suspicion؟ يعني أي patient يجينا with lower chest trauma، يعني عنده injury أو trauma للlower chest أو تروما للأبر أبدومن، هاي هنا لازم نفكر إنه هو ممكن صار عنده ليفر إنجري، هذا ما يعرف بهاي سسبشن. أوكي بالنسبة للمانجمنت، أوكي هسا إحنا شكينا إنه هو عنده ليفر إنجري، شنو اللي لازم نسوي؟ هنا نعتمد على التايب أوف إنجري. أولا في حال إنه إذا كان بنتريتينج إنجري، فهنا البنتريتينج إنجري إحنا لازم نعتبره سيريس. أوكي فشنو يعني مباشرة نسوي البيشنت ريسستيشن وبعدين يعني أوبريشن، لازم يعني سيرجري، تمام. بينما في حال إذا كان البيشنت عنده كراشينج أو بلنت إنجري، هنا نعتمد على شنو؟ نعتمد انه نسوي examination vital signs of the patient اذا كان hemodynamically stable او unstable. hemodynamically unstable معناها شنو؟ معناها البيشنت داخل بمرحلة الشوك، اللي هي شنو؟ اللي هي يعني pulse rate increase، blood pressure decrease، يعني patient صار عنده hypotension. هذول البيشنت معناها هذول البيشنت يحتاجون انه يعني همين يحتاجون نسوي لهم resuscitation ويحتاجون blood transfusion وراها نسوي لهم operation laparotomy. اوكي بس في حال اذا كان البيشنت عنده blunt injury، بس كانت شنو؟ كانت mild blunt injury، patient كان hemodynamically stable بس شنو مع ذلك يعني presence of tenderness guarding، فهنا شنو؟ هنا نحتاج الى imaging. imaging هنا حتى نشوف شنو المشكلة و treat يعني and treat this problem، تمام. بس شنو ما يحتاج هنا مباشرة انه واحد يسوي عملية. شنو هاي الimaging؟ اول شيء ultrasound IV enhanced CT scan of the abdomen، نشوف انه اذا اكو اي انجري للليفر، انجري للاذر اورجان انسايد ذا ابدومن. تشست سكان، تشست سكان يشمل لنا اكس راي، يشمل لنا سي تي حتى نشوف اذا اكو اني لنج بارنكامال انجري، اني لارج فيسل انجري ان ذا تشست. ونسوي بعد شنو؟ نسوي بيريتونيال لافاج اند دايجنوستيك اسبيريت. شنو هو البيريتونيال لافاج؟ البيريتونيال لافاج هو عباره عن دايجنوستيك بروسيجر، الغرض منها انه تو شو اف ذير از اني بلاد ان يعني انترا اني انترا بيريتونيال اكيميليشن اوف بلاد، اللي هو يسمونه هيموبيريتونيوم. شنو يسوون بهاي البروسيجر؟ اكو هنا صوره توضيحيه عنها، انه يعني شنو يصير؟ يصير انسرشن اوف كاثيتر انترا يعني انترا ابدومينالي، يدخلون كاثيتر ويعني يستخدمون سرنج ويسحبون عن طريق هاي الكاثيتر اللي يدخلوها، يعني عن طريق السرنج يدخلوها بالكاثيتر ويسحبون. اذا ينسحب يعني يجي بالسرنج يجي بلاد، معناها presence of intraperitoneal blood. اوكي intraperitoneal bleeding. في حال اذا ما اجى بلاد ممكن يستخدمون normal saline مثلا، يسوي له injection يعني انه يعني حقنه عن طريق هاي الكاثيتر ونو بيسحبون، يرجعون يسحبون مره ثانيه. في حال رجع بلاد معناها اكو يعني intraperitoneal bleeding، تمام. اخر شيء لابروسكوبي، ممكن فور اني اسوسييتد diaphragmatic rupture ممكن يسوون لابروسكوبي ويشوفون اذا اكو اني بروبلم، تمام. زين هسه شنو التريتمنت؟ التريتمنت هسه نوعا ما ذكرناه بس خلينا نذكره شوي بالتفاصيل. بالنسبه للبنتريتنج، كل البنتريتنج اول ما يجي، يعني اول ما يجي البيشنت قلنا نحن عندنا هاي سسبشن اوف انجري، اول خطوه نسويها بالنسبه للتريتمنت هي ريسستيشن. ريسستيشن شو تشمل لنا؟ تشمل لنا يعني الاي بي سي اللي تعرفوها، اير واي بريذنج سيركيليشن كانيولا انسرشن بلاد بريبريشن فوليوم ريبليسمنت كولويد او نيجاتيف بلاد، في حال اذا ما عندنا تايم فور كروس ماتشنج، ما متوفر بلاد يعني فور يعني حسب البلاد تايب مال البيشنت، فممكن نستخدم او نيجاتيف بلاد كامرجنسي يعني. وتشست تيوب حسب اذا هو يكون انديكيتد، يعني تشست تيوب ممكن في بعض الاحيان انه يعني اكو اسوسييتد نيموثوراكس او اني اذر انديكيشن اوف تشست تيوب، تمام. ذن ورا ما نكمل الريسستيشن، كمان الريسستيشن ترانسفير ذا بيشنت تو ذا اوبريتنج ثياتر فور اكسبلوراتوري لابراتومي. يعني شنو؟ يعني يفتحون البطن ويشوفون شنو المشكله ويعالجوها، اذا ليفر يعني يعالجون الليفر، اذا اكو غير مشكله ممكن يعالجون غير مشكله وهكذا. بالنسبه للبلنت انجري اذا كانت سيفير نفس الشيء، يعني سيفير بلانت تروما مسويت لنا بيشنت جاي انه هيمودينامكلي انستابل، فاذا التريتمنت نفس الشيء ريسستيشن ذن ترانسفير ذا بيشنت تو ذا ثياتر، تمام. اذا كانت المايلد بلانت تروما بيشنت كان هيمودينامكلي ستيبل، هنا شنو؟ نفس ما حكينا قبل شويه انه البيشنت ماكو داعي انه نسوي يعني قبل عمليه، لا هنا ايمجينج. اوكي نسوي الايمجينج اللي ذكرناها بالسلايد السابق اللي هو اللي هنا هذني.
في حال انه طلع فد abnormality then the treatment becomes accordingly. يعني شنو؟ يعني انه في حال حسب يعني شنو يطلع لنا بهاي الايمجينج التريتمنت حسب اللي طلع لنا abnormality بهاي الايمجينج. في حال اذا ماكو شيء فممكن هنا يكون conservative treatment. زين عندنا indication to stop conservative treatment. شنو هي ذني indication to stop conservative treatment؟ في حال انه اكو ongoing blood loss in spite of correction of any underlying coagulopathy. يعني شنو؟ يعني البيشنت ما عنده يعني ورا ما يعني البيشنت ما عنده any coagulation abnormality واذا عنده فاحنا صلحناها بس مع ذلك بعد البيشنت مستمر ينزف. فهنا بهاي الحالة لا هنا بهاي الحالة لازم stop conservative treatment and do operation. اوكي أو development of signs of generalized peritonitis. يعني إذا patient ممكن يعني صار عنده signs of generalized peritonitis اللي هي تعرفوها اللي هي generalized abdominal pain, tenderness, rebound tenderness, rigidity, هذين كلهنس and among other signs of generalized peritonitis. إذا صار عند patient فهنا نحتاج operation. أوكي. زين شنو complication of liver trauma؟ أهم complication هن ذني أول ثلاثة اللي هن sudden or massive blood loss. أوكي. Bleeding. Subcapsular intracapsular hematoma. أوكي. Hematoma formation. And liver abscess. هذني أول ثلاثة أهم complications. عندنا بعد complications اللي هن rare اللي هن biliary fistula, hepatic artery aneurysm, arteriovenous arteriobiliary fistula, liver failure and extensive trauma. Long term complications مثل عندنا biliary tract structure هذين كلهن rare. أهم شيء هن أول ثلاثة و هاي أهم الأشياء بمحاضرة اليوم. هسه احنا خلصناها. أشكركم على الاستماع المحاضرة وأحب أشكر مثابرتكم وإذا عندكم أي سؤال تفضلوا سألوني.